ماشي يا جماعه، نسينا نتكلم عن ماجد، فخلينا نشوف الارقام بتاعته. الدريبل عنده 10000 وشويه، الشوط 10600، والباص بتاعته 8000 حوالي 600، الدفاع عنده قليل 7400 وشويه، والبلوك اي كلام، والانترسبت 8300. الفيزيكال برضو عنده قليل، السبيد عنده 7350، الباور 8500، والتكنيك حوالي 8000. الباسيف بتاعته في حاله وجود 3 لعيبه مدارس بيزود 30%. الشوطات طبعا بتاعته القديمه، الحاجات كلها القديمه. البوند بتاعه في حاله وجود 2 لعيبه مدارس بيزود 5%، ومعاه تيناسيتي. وقاتل اللعيبه بتاعت اليابان بنسبه 5%، اللي هو لو هيواجه لاعب ياباني بيزيد قدامه 5%. معاه ريكفري بنسبه 80%، ومعاه هوت لاين للعيبه بتاعت المدارس بنسبه 10%، اعلى هوت لاين موجود للعيبه بتاعت المدارس. فخلينا نشوف بقى الارقام بتاعته في الملعب. ارقامه في الملعب في حاله الاتاك هيبقى جايب، ارقامه في الملعب في حاله وجود تيم سكيل 75% وبوند 55% وكوت اتاك 10%، هيبقى جايب في الدريبل 59600، والباص والوات هيبقى جايب 55000، والشوت 63000. في حاله الدفاع بقى هيبقى جايب في الدريبل، في حاله الدفاع هيبقى جايب في التاكل 48000، الانترسبت 52000، والبلوك حوالي 38000. ارقامه برده تعتبر متوسطه جدا، ما لهاش اي 30 لازمه. يعني نصيحتي برضو ايه، محدش يلعب بيهم قوي. هو عموما اللعيبه بتاعت المدارس كلها شكلها تقريبا هتبقى اي كلام، ما فيهاش حاجه مميزه ولا حاجه كويسه، مش زي المدارس بتاعت المره اللي فاتت. فتقييمي لماجد دوت برضو ايه، حوالي 3 نجوم كده، لاعب متوسط. فلو عجبك الفيديو لايك وشير، اشوفك على خير.